عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حبيباتي، لاباس عليكم بخير وعلى خير إن شاء الله. بإذن الله في حلقة اليوم غادي نحضر معكم واحد المسمنة اللي أكيد كيموتوا عليها المغاربة عامة، كلشي كتعجبو مسمنة يعني معمرة بالشحمة والخضر. من طبيعة الحال غنطيبها في الفرن. لهذه المسمنة هذه غادي نحتاج واحد نص كيلو ديال دقيق الفرس، يعني الدقيق الأبيض ما يعادل 500 غرام، وبالنسبة للعبارة الكؤوس العنبة 5 الكؤوس عامرين. وهنا يا غادي نحتاج واحد الكأس ونصف ديال الدقيق الفينو، الدقيق الفينو الصلب كيف كتشوفوا معايا، كأس ونصف ما يعادل واحد 100 غرام. غادي نحتاج كذلك الماء اللي هو ماء بارد عادي اللي غادي نعجن به، وغنحتاج واحد المعلقه ديال الفلفل الحار كيف كتشوفوا معايا، وغادي نحتاج كذلك واحد 3 ملاعق ديال زيت الزيتون، وغنحتاج الملح على حسب الذوق، كل واحد غادي يعمل الملح بطبيعه الحال بالقياس ديالو. اول حاجه غادي ندير، غادي نخلط هاد النواشف، غادي ندير الملح حسب الذوق. بسم الله، تقريبا الملح عندي هنا واحد نصف ملعقه متوسطه، نتوما كيبقى على حسب الذوق. كذلك غادي نستعمل هنايا واحد ملعقه صغيره تكون عامره ديال فلفل الحار باش كيعطينا اللون، وميم طو كيعطينا واحد المذاق رائع. زيت الزيتون غادي نستعمل كذلك كيف كتشوفوا معايا، انا غنعمل 6 معالق صغار، ما غنستعملوا في هذا العجين لا خميره لا والو. صافي، غادي ناخذ الماء وغادي نبدا نعجن او نجمع العجين حتى نحصل على واحد العجين اللي هو ما نقولوش عجين قاصحه او لا العجين رطب، يعني يكون بين وبين. بعد ما كنجمع العجين ديالي نحصل عليه بحال هكذا، يعني ما غاديش ندلكو بتاتا، ها هو ما يعني ما مرخوف ما قاصح. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت النباتي، بسم الله، غادي ندهن هذا العجين من الفوق كذلك من التحت بزيت نباتي. ناخذ واحد البلاستيك غذائي، غادي نضيف فيه هذا العجين ديالي، من هذا الشكل هذا. صافي، غادي نخليه هكا على جنب وندوزو باش نشوفو الحشوه. بالنسبه للحشوه كيف كتلاحظوا معايا، انا هنايا قسمتها على زوج، انا غادي نشرح لكم. بالنسبه للفلفله كناخذ واحد 5 الحبات كبار ديال الفلفل، عندكم الاحمر اصفر كذلك الفلفل الاخضر ديروه، انا فقط عندي الفلفل الاخضر انا استعملته. 5 الحبات ديال الفلفل كتقسموهم على جوج، كتجيبوا اناء او كتجيبوا كاسرول كتقسموهم على جوج. كذلك البصل كتعملوا واحد حبه بصل كبيره جدا وكتقسموها حتى هي على جوج، النصف كيكون هنايا مطحون كيف كتلاحظوا معايا، هنايا الفلفل النصف طحنته والنصف بحال الا شلطته قرطته هنايا مربعات يعني صغيره ورقيقه. كذلك البصل هنايا النصف شبرته وطحنته في الهاشواغ، والنصف خليته هنايا مقطع طخونش صغارين يعني مكعبات صغار. وبالنسبه للشحمه عندي هنايا شحمه الكلوه شبرتها القياس ديال واحد 3 المعالق كبار حتى لأربعة، وطحنتهم هنايا مع جوج معلقات كبار ديال القزبر ومعدنوس. وهنايا خليت الشحمه مقطعه مربعات، انا غادي نستعمل تقريبا يعني هي حشوه وحده، غير انا قسمتها على جوج، النصف غادي نطيبه والنصف غادي نخليه خضر كيف ما هو. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه اللي شرحت لكم، النصف هنايا غيبقى خضر كيف ما هو، والنصف
غادي اللي قطعتهم مكعبات هما اللي غادي نطيب فوق البوطه، واللي طحنتهم هما اللي غادي نخليهم كيما على جنب، اللي غندير لهم تتبيله خاصه. خليكم معايا. بالنسبه للتوابل، نفس التوابل اللي غادي نستعملهم في هادو اللي غادي نطيب في الكاسرول هما نفسهم اللي غادي نستعمل لهادو اللي طحنت، يعني لهاد الفلفل والبصل والشحمه. غادي نعمل واحد راس المعلقه صغيره ديال السودانيه، غادي نعمل واحد المعلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الخرقوم البلدي، غادي نستعمل راس معلقه صغيره ديال الابزار الابيض، وكذلك راس معلقه صغيره ديال الابزار الاسود. راح كيجي هائل 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 هاد هاد المسمنه ديال الشحمه، كتجي رائعه ما تشبعوش منها. معلقه صغيره ديال الكمون، غادي نضيف شويه هنا، غادي نضيف هنا معلقه صغيره، تكثروش منه باش ما يجيكمش مر. كذلك غادي نضيف الا عندكم راس الحانوت ضيفوا راس معلقه هنايا. كذلك غادي نزيد شويه في هذا اللي، وهذه المسمنه هذه راه كتسهلك في جميع الاوقات خصوصا في ايامات البرد هائله. وكذلك غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال التحميره هنايا في الكاسرول، ومعلقه صغيره ديال التحميره هنايا في هادو اللي غادي نطحن، معلقه صغيره تكون عامره. واخر حاجه غادي تبقى ليا هو القزبر حبوب، راه كيجي منكه كيجي غزال بزاف بزاف. غادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، وكذلك نص معلقه صغيره قزبر حبوب في هادو اللي مطحونين. اخر حاجه غتبقى ليا هي الملح، الملح غادي نضيف بيدي حسب الذوق، يعني واحد معلقه صغيره. هنا غادي نضيف شويه تقريبا واحد نص معلقه صغيره، هنا كذلك صافي نص معلقه صغيره في نص معلقه صغيره صافي. غنجي لهنا غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الزيت النباتي، كذلك هنا جوج معالق كبار زيت نباتي. ضروري زيت الزيتون غادي نستعملو حتى هو، حتى هو غادي نضيف له واحد جوج معالق كبار. اخر حاجه ضفتها هي زيت الزيتون، ضفتها هنا وهنا، يعني اي حاجه ضفتها في هادو اللي غادي نطيب فوق البوطه ضفتها لهادو اللي مطحونين. غادي نحرك دابا مزيان مزيان هادو اللي غنزل فوق البوطه، هادو هما اللي مشلضين صافي. غنزلهم فوق البوطه على عافيه مهيله جدا حتى غادي ترخى هذيك البصل والفلفله، وكذلك هاد الشحمه غادا تذوب. وبالنسبه لهادو غادي نحركهم مزيان مزيان بهذه الطريقه هذه، ولا شفت الزيت ناقص زيت الزيتون شفتها ناقصه غادي نضيف. هانتوما هذه الطريقه اللي وريتكم راه كتجي هائله، كتجي رائعه بزاف بزاف، خصوصا ملي كتذوقوا هذوك المسمن كتجي مقرمش زوين، واحد اللذه واحد المذاق ما بين يعني الخضر مع الشحمه اللي طايبين، وما بين هادو اللي ما طايبينش، يعني شي حاجه واو ما غاديش نقدر نوصفها لكم حتى تجربوها صافي. بالنسبه لهادو اللي مطحونين غنحطهم هنا على جنب، غادي نغطيهم كيف قلت لكم، هادو غنزلهم فوق البوطه وندوزو نحضروا المسمن ديالنا باش نعملوا منه كويرات. خليكم معايا. بالنسبه للزيت اللي غادي نخدم به في اللي نخدم به العجين، انا عملت شويه ديال الزيت النباتي هنا في واحد زلافه، غادي نضيف له واحد المعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر ولا البابريكا، واحد راس معلقه صغيره ديال السودانيه،
صافي غادي نحركو مزيان مزيان. نزيد واحد شويه ديال الزيت النباتي، هذا هو اللي غنخدمو به العجين باش كيجي عاطي اللون. صافي غنحنزلو على جنب وغناخدو العجينه ديالنا. العجينه كل ما خليتوها ترتاح راه مزيان. صافي هانتوما نحطو على واحد العجين رطب جدا اللي غادي نشكل منه كويرات. نحاول نخرج واحد العشرة ديال الكويرات. هانتوما كيف كتشوفوا معايا غادي نساويهم مزيان مزيان باش يجيوني فحال فحال. هما عندي 10 ديال الكويرات، غادي نجمعهم بشكل معتاد كيف كنعرفوا كاملين كيف ما كنجمعوا المسمن بهذا الشكل هذا، نحصل عليهم بحال هكا ونحطهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ونتلاقى. كيف كتشوفوا معايا ها هي الحشوه، الحشوه اللي قلت لكم غنطيب ها هي بعد ما طابت غادي نزلها على جنب وغادي نخليها حتى تبرد على خاطر خاطرها، في حين انني غادي ناخذ هاد العجين هذا اللي وجدته قدامكم. ها هو عملته كويرات، خرجت منه هنايا 10 الكويرات كيف قلت لكم، غطيته وخليته المده ديال 10 ديال الدقائق حتى تطلقوا مزيان على خاطرهم. هنايا سطح العمل خديت واحد شويه ديال الزيت نباتي دهنته هنايا في سطح العمل. غادي ناخذ اول كره و غادي نقرصها.
واحدة اخرى بعد ما عمرتها غادي نقطع بحال هكا. كذلك الجهة المعاكسة نعملو ثلاثة ديال الأشرطة. صافي كناخد هاد الرغيفات الاولانيين كنزل هنا في الوسط بحال هكا كنروري عليها هادي هكا نجيب هادي بحال هكا وندور من جديد كل ما كنكمل الرغيفه كنسرح وحده كنزل فوق منها هاد الرغيفات هادو اللي وجدت. بحال هكا وننزلها على جنب ونطلق وحده اخرى اللي غادي نعمل وسط منها هاد الرغيفه عاوتاني كامله. الطريقه راها مفهومه. نقلب بحال هكا صافي. دابا ننزلها على جنب ونطلق وحده اخرى. وهنايا كيف كتشوفوا معايا بقات هي اخر كره اللي بسطتها هنايا فوق سطح العمل وما دهنتها لا بديك الشحماله بخضر لا حتى شي حاجه خليتها خاويه وحطيت هذوك الرغيفات ديالي اللي جمعت وحده مع وحده وغادي نلم عليهم كيف كتشوفوا معايا هاد اخر كره اللي بقات لي بحال هكا. هلا غادي نغلف العجين ديالي ولا هاد الرغيفات ديالي. صافي ونحاول نسدها مزيان بهاد الطريقه هادي. وغادي نجيب طاول الفرن بحال هكا اللي عملت فيها ورق الزبده كيف كتشوفوا معايا وغادي نهز هاد الرغيفه ديالي وننزلها هنايا في الطاوه ديالي ديال الفرن بحال هكا. غادي نكب شويه ديال داك الزيت اللي فيه التحميره كذلك هذاك الشيء اللي بقى لي في الكاسرول الزيت ديال الشحمه اولا الشحمه ملي كتذوب كتلقى الدهون ديالها. صافي وغادي نبدا نقرص الرغيفه ديالي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا ونحاول ما امكن ما نخليهاش غليظه. هو ما عندكم مناش تخافوا الصراحه لان ما فيهاش الخميره غير ما تخليوهاش غليظه وما ترققوهاش بزاف باش تجيكم قرمشه وتجيكم زوينه. صافي الشكل هذا نوزعها على طاوله الفرن كامله. ضروري تعملوا هاد ورق الزبده باش ما كتحرق ليكمش. وانا كنطيبها غندخلها للفرن على درجه حراره 180 باش تحمر لينا من التحت هو الاول عاد غادي نشعل عليها من الفوق باش تحمر. وكيطلق لينا واحد الزيت اللي هو داك الزيت اولا داك الدهون ديال الشحمه داكشي اللي غادي تطلق في الجناب بقاو ترجعوه بشي معلقه هكا الفوق. صافي حتى تحمر ونتلاقى. كرست الرغيفه ديالي اولا المسمنه ديالي غادي اولا المسمنه ديالنا غادي ندخلها لدرجه حراره 180 الفرن راه سخون شعلته غير من التحت. صافي خليوها حتى توجد ونتلاقى. وهاد الرغيفه ديالي احبابي بعد ما كطيب اولا المسمنه ديالنا بعد ما كطيب كتجي محمره من الفوق مقرمله. ها نتوما شوفوا من التحت كيفاش كتجي عود كتجي طايبه من الفوق ومن الجهه التحت. انا جبتها كنقطعها بحال هكا تجي مقرمله.
لا زوينة. انتم نوريكم طيفات منها. نقطعها عاود هكا. جربوها على حسابي غادي تعجبكم بزاف بزاف. انا متاكده ما كنعطيكمش شي حاجه اللي زعما شي حاجه اللي ما تكونش زوينه. اكيد كنعطيكم حاجه اللي مزيانه واللي يعني الا صوبتوها ما غتندموش عليها. نتمنى نكون قطعته مزيان. سخون بزاف. صافي نشوف دابا نهز واحد المورصو. ثم خلاص تعملوا واحد المنشار اللي يكون كبير. واعره زوينه هانتوما. كتجي طبقات من الوسط. شوفوا تجي رائعه. انا غادي نزلها هنا. ها هي كيف كتشوفوا معايا كتجي غزاله محمره من الفوق ومن التحت ومن طون رطبه. راه واخا تشوفوها مقرمله من الفوق ولا مقرمله من التحت راها رطبه. ومن طبيعه الحال ما غاديش نساو واحد البريريد. ها هو ديال اتاي معاها واحد البريريد على حقه وطريقه. سخون وعلى حقه وطريقه. ضروري تعملوا معاها بريريد ديال اتاي. انا عامله بعدا منزله على جنبها. نتوما مرحبا براد كاين. كيف كنقول لكم كتجي في اوقات ديال البرد هائله رائعه. ما غاديش تشبعوا منها. مقرمله وزوينه. حتى بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الشحمه ولا وديروها بهذه الطريقه هذه ما غاديش تجيكم فيها نكهه الشحمه. بالعكس كتجي غزاله بزاف بزاف بزاف. كنقول لكم صحه وراحه. ما تنساوش تجربوها وما تنساوش تدعموني بلايك. اشتركوا في قناتي قناه نبيله استري ليلي قناتكم كاملين. ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. دمتم بخير والى اللقاء في شي فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.